السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله من جديد مع فيديو جديد. واليوم عندنا ايسوس ار او جي سكار 3، طبعا هذه من سلسلة الستريكس ومعك حق، سوينا لها مراجعة، لكن النسخة اللي سوينا لها مراجعة كانت مقاس 15.6 انش، لكن النسخة هذه هي نسخة 17.3 انش. طبعا ما راح ادخل في كثير من التفاصيل وخاصة في مسألة مفهوم التصميم وجودة التصنيع، لأنه مفهوم التصميم وجودة التصنيع مقارب تماما من موجود في نسخة 15.6 انش. اللهم راح تلقى زيادة في الوزن وأيضا في مسألة السماكة 26 مليمتر و 2.8 كيلو جرام. أضف على ذلك الكيستون، واحد من الأشياء الإبداعية اللي عجبتني في حاسبات السكار 3 تحديدا، إنه هذه القطعة البرتقالية تحافظ على إعداداتك الشخصية، ما حد يقدر يطفل فيها، ما حد يقدر يدخل فيها، وخاصة لما تروح لحاسب ألف للحاسب باب في عنده نفس النسخة، فتقدر تلقاه يعني مجهز لك ملفك الشخصي، إعداداتك الشخصية، فتقدر توصل لها بشكل سريع بدون ما تسويها من أول وجديد. أضف على ذلك النكشات واللمسات الخاصة الجميلة جدا وجودة التصنيع العالية لا زالت كما هي مثل ما شفنا في 15.6 انش. طبعا ودي اوضح نقطة، التفاصيل بالنسبة للمواصفات قاعد تظهر قدامك، لكن قد يختلف بشكل كبير جدا من دولة إلى دولة، وهذا يؤثر بشكل كامل على مسألة الأسعار، فخذ بعين الاعتبار. الرابط مراجعة لـ 15.6 انش راح اتركها في خانة الوصف، يا ليت تشيك عليها وبعدين ترجع تشوف هذا الفيديو. طبعا في مسألة لوحة فتيح ومنطقة فارة بكل تأكيد راح تلقى حجمها أكبر في مساحة ممتازة من ناحية كل زر وزر، وعجبني منطلق إنه كل زر في RGB بدل ما يكون إضاءة RGB كاملة، لا كل زر في RGB، لأنه يعطي تأثير جميل جدا، خاصة قاعد نتكلم إنه الحاسب يعني ينتبه بشكل كبير جدا من ناحية مفهوم التصميم لفئة اللاعبين أو جمهورية اللاعبين، خاصة إضاءة الـ LED أو الـ RGB الموجودة على الجوانب برضو جميلة، لمساتها جميلة جدا لكنها واضحة. الشعار أيضا ينطبق على نفس الشيء، فكلها ممكن تتزامن مع لوحة المفاتيح. زائد منطقة الفار ليست المساحة الأكبر، وكنت أتمنى تكون بمساحة أكبر مع زري مستقل لليمين واليسار. المنطقة عبارة عن بلاستيك، لكن للأمانة بالنسبة لتفاعلها واستجابتها لحركات الويندوز أشوفها رائعة. استجابة لوحة المفاتيح بالنسبة للكتابة ومسألة الجيمينج أيضا جدا جدا ممتازة، لكن أنصح باستخدام فار خارجية إذا بتستخدم في مسألة إنه الجيمينج، يعني استخدم، نصيحة، استخدم فار خارجية. طبعا زي ما ذكرنا إطار الشاشة يعطي مساحة ممتازة لاستغلال الشاشة، ولكن أرجع أقول مثل ما ذكرت في 15.6 إنش، واحد من أفضل الحلول اللي سوتها الشركة إنه وفرت قطعة كاميرا بجودة عالية من ناحية مو بس الكواليتي للفيديو أو لما تسوي بث، لا حتى في مسألة استقطاب الميكروفونات راح تكون أفضل مقارنة بالكاميرات المدمجة على عدد من الحاسبات المحمولة. بالنسبة للمنافذ، واحد USB Type-C 3.2 للأسف ما هو Thunderbolt 3.0، كان المفترض يكون في Thunderbolt 3.0 يا ايسوس. أيضا راح تلقى ثلاث منافذ USB طبعا Type-A، هي من نوع 3.2 وهذا شيء كويس. ال HDMI هنا كويس 2.0 من نوع B، منفذ الشبكة ومدخل لسماعات المايكروفون، و يعني أشوف المنافذ كويسة من ناحية العدد وتوفرها. فقط تمنيت أن يكون فقط هذه الحاسبات أو هذه السلسلة يكون فيها Thunderbolt 3.0، لأنه يستاهل يكون في هذا الشيء. طيب في مسألة التحديث، هو واحد من أسهل الحاسبات المحمولة اللي ممكن تحدثها، فممكن توصل الرامات للسعة التخزينية وبطاقة الواي فاي. بطاقة الواي فاي المستخدمة هنا هي من نوع الانتل، فبالتالي أداء ممتاز، لكن للأسف هو عبارة عن واي فاي AC ليس الواي فاي 6، يدعم بلوتوث 5.0، فممكن تحدث قطعة الواي فاي بكل سهولة من خلال هذا الحاسب المحمول، لكن تأكد أنه ما يلغي الضمان في البلد اللي أنت فيه، حط في بالك هذا الشيء. بالنسبة للشاشة فعندك 17.3 إنش، هي IPS LCD وهي شاشة معتمة ممتاز 10/10، وهذه الشاشة طبعا تدعم 240 هرتز بدعم استجابة ثلاث أجزاء من الثواني. الشاشة جدا 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 ممتازة لمحبين المالتي ميديا في مسألة الجيمينج، زوايا الرؤية، الكونتراست اللي هو مستوى عمق اللون الأسود، يعني يعتبر جيد جدا، اللون الأسود شوي مائل للون الرمادي، ما في تسريب مزعج لمسألة الإضاءة، وهذا أيضا يعتبر شيء كويس. الـsRGB جدا ممتاز، قاعد نتكلم عن 97%، والأدوبي RGB 63%، فإذا أنت تبغى لمسألة تحرير الصور وفتيهات يعتبر جيد جدا في هذه النقطة، لكن في مسألة الجيمينج وهذا الهدف من وجود هذا الحاسب وفي مسألة المالتي ميديا راح يعجبك. وهذا الشيء فاجأني في مسألة الصوتيات، للرغم أنه الفتحات صغيرة إلا أنه في المكان الأمثل. عشان كذا قاعد أقول دائما أبدا لا تخلون يا شركات مصنعة للحاسبات السماعات موجودة بالأسفل، حطوها على الجوانب كأقل شيء، لأنه هنا الصوت يعتبر أفضل، وصل إلى 82 ديسيبل وما كان فيه تشويش للصوت.
ما هو بالتفاصيل العالية لكن أفضل بكثير مقارنة بالعدد من الحاسبات اللي تستخدم موقع المنافذ اللي أو موقع السماعات بالأسفل. فأتمنى أن الشركات تنتبه لهذه النقطة. بالنسبة لمسألة الأداء والبطارية، خلينا نخلص البطارية شوي. 66 واط لا تتوقع شيء كثير. إذا تستخدم التصفح العادي ضبط إضاءة بنسبة 50% ممكن يقعد معك 4 ساعات ونص ساعة بالكثير، لكن انت راح تستخدم مسألة الجيمينج بكل تأكيد فما راح يتخطى الساعة صدقني، يعني الساعة ويلا. فحط في بالك هذا الشيء، الشاحن ترى كبير فتحتاج انه يكون معك شنطة. عموما مو بهذا اللي في مسألة السي بي يو والجي بي يو، فالحاسب مزود بمعالج جدا رائع صراحة، الكور i7 9750H. هذا المعالج يعتبر اقل من 9900 اللي سوينا له مراجعة، لكن هذا المعالج جدا ممتاز من ناحية انه يملك 6 انوية وبترددات 4.5 جيجا هرتز كحد اقصى، 16 جيجا بايت من نوع DDR4 2666 ميجا هرتز، عندك 512 جيجا بايت طبعا M.2 SSD مع 1 تيرا بايت، عندك الانفيديا RTX 2070، ونعم يدعم الاوبتيموس في التحميل بين كرت الشاشة الداخلي والخارجي، فامورك جدا في السليم، وزي ما ذكرت واي فاي اي سي بلوتوث 5.0. طيب واحد في مسألة الاداء ثابت، ما راح تواجه اي مشاكل، قادر على التعامل مع عدد المهول من الفريمات مع شاشه ال 240 هرتز من ناحيه السي بي يو، من ناحيه الجي بي يو، من ناحيه البرامج الثقيله، من ناحيه الالعاب. خذ راحتك على خير، بامكانك وضع اعلى اعدادات ال 1440 بكل اريحيه مع عدد كثير من الالعاب، ممكن تقلل المتوسط ممكن، لكن اذا بغيت عدد فريمات عالي جدا فممكن تخفض شوي في عدد من الالعاب اللي تتطلب رسوميات عاليه، لكن بشكل عام خذها مني ما راح يقولك لا مع عدد من الألعاب اللي تحب دائما وأبدا تلعب فيها مع هذا الحاسب المحمول. 2 في مشاكل في الحرارة، في عدم استقرار السي بي يو والجي بي يو، نهائيا ما في شيء، السي بي يو والجي بي يو كان بأداء وباستقرار جدا جدا ممتاز، فبإمكانك الاعتماد عليه في مسألة الضغط عليه بشكل مكثف. طيب في مسألة قراءات الاس اس دي يعتبر جيدة جدا، فبإمكانك تغيير الحصول على سرعات أعلى، لكن أشوفه جدا كافي للاستخدامات اليومية. طيب في مسألة المراوح، فاللي أقدر أقول لك إياه أن صوت المراوح راح يكون دائما أبدا صديقك في الاستخدام العادي في الاستخدام الثقيل، لكن على الأقل كأقل تقدير وإحقاقا للحق أنه مقارنة بنسخة الكور آي 9 اللي سوينا لها مراجعة مع هذا اللي هو 9900 قاعد أتكلم، مقارنة بهذا 9750 هذا أرحم من ناحية قوة الديسيبل، فصوت المراوح راح يكون صديقك، يعني أعلى شيء وصل عليه بعد 30 دقيقة وخاصة بعد استخدام الفارمارك البرايم 95 والهيفن إنجن أعتقد هذا اسمه، وصل إلى 48 ديسيبل كحد أقصى، فخذ في بالك هذا الشيء. فهذه كانت مراجعتي لهذا الحاسب محمول، حاسب جدا رائع بإمكانك الاعتماد عليه في مسألة الأداء، المهام اليومية، مهام ثقيلة صدقني للسي بي يو وللجي بي يو، استقرار رائع من ناحية الحرارة، التصميم وجود التصنيع، أداء ممتاز للوحة المفاتيح ومنطقة الفارة، أنصحك باستخدام فارة خارجية إذا بتستخدم في مسألة الجيمينج، قطعة الكاميرا حركة ذكية جدا، شاشة ممتازة جدا من ناحية الأداء في مسألة الجيمينج في مسألة المالتي ميديا. إذا تبغى هذا الحاسب في مسألة المونتاج فكر في هذا أو في غير هذا الحاسب محمول. وش يعيب هذا الحاسب؟ واحد صوت المراوح، الشغلة الثانية انه ما في ثاندربولت 3.0. على ذلك اعطونا رايكم في خانة التعليقات، اذا عجبك الفيديو اضغط على زر اللايك، واذا ما عجبك اضغط على زر الديسلايك. اشوفكم خير ان شاء الله، الف سلامة.